مشاهدينا الكرام، اهلا بكم في ماكس سبور، مجلتكم الرياضيه اليوميه على قناه ميديا تي في. في حلقه اليوم سنتحدث عن المباريات المؤجله عن الجوله الثالثه من البطوله الاحترافيه، وفيها سينزل الجيش الملكي المتصدر ضيفا على الدفاع الحسني الجديد، وفي الدار البيضاء الرجاء يستضيف الفتح الرباطي، فيما مفاجاه اتحاد طنجه سيحط الرحال بالملعب البلدي ببركان لمواجهه فريق النهضه المحلي شاركه في عدد النقاط والمركزي في سبورة الترتيب العام. لمناقشة هذه المباريات ينضم إلينا من عاصمة الرباط عادل العلوي الصحفي والمحلل الرياضي. سي عادل، أهلا بك وشكرا على حضورك معنا في ماكس سبور. مرحبا عبد الله، مرحبا بمشاهدي ميديا تي في. أهلا بك سي عادل، المواجهات قوية في الانتظار هذا اليوم لحساب مؤجلة الجولة الثالثة من البطولة الاحترافية إنوي في قسمها الأول. نبدأ بالمباراة الأولى، وفيها فريق الجيش الملكي المتصدر الذي بدأ الموسم بقوة عادل، بخماسية في شباك المحمدية، رباعية في شباك النادي المكناسي، وتعادل مع فريق النهضة البركانية، يحط الرحال ضيفا ثقيلا في مواجهة فريق الدفاع الحسني الجديد العائد لقسم الكبار. فعلا عبد الله، ضيفا ثقيلا، انه مكونات البشريه لفريق الجيش الملكي البدايه ايضا القويه لهذا الفريق يجعله من بين الانديه المرشحه للعب ادوار طلائيه على مستوى البطوله الوطنيه. صحيح ان فريق الجيش الملكي سيكون محروما من جمهوره بعد قرار السلطات مدينه جديده بعدم تنقل جمهور الجيش الملكي الى ملعب العابدين بجديده، ولكن على الرغم من ذلك اصدقاء حريمات بامكانهم على انهم يخلقون المفاجاه هناك بالجديده، بالنظر اولا ل يعني قوه التركيبه البشريه، بالنظر الى العامل المعنوي المرتفع لعناصر فريق الجيش الملكي على الرغم من التعادل الاخير امام النهضه البركانيه، ولكن يمكن نعتبره انه تعادل منطقي. فبكل هذه المكونات اعتقد انه فريق الجيش الملكي له من الحظوظ الوافره التي بامكانه ان يكسب النقاط الثلاث، ولكن الدفاع الجديدي هذا الفريق الذي له اربع نقاط والعائد الى بطوله القسم الوطني الاول بعد موسم قضاه ببطوله القسم الوطني الثاني، ايضا يعني تركيبته البشريه وطموحه واهدافه من خلال ايضا حتى طاقمه التقني بامكانه على انه يستغل هذا الاستقبال بالميدان، وبالتالي أن يخلق المفاجأة ويهزم فريق الجيش الملكي، ولكن عليه أن يبلل القميص أكثر من مرة إن أراد نعم. أن يتجاوز فريق هو فريق الدكاري فريق محدود لأنه يستقبل بملعبه على عكس بزاف ديال الأندية اللي ما عندوش ملعب في الفترة الأخيرة، ولكن هو مواجهة بين فريقين، فريق يعني حقق العلامة الكاملة على المستوى القاري، تأهل لدور المجموعات لأول مرة منذ 17 سنة، نتكلم عن فريق الجيش الملكي، وأيضا يتصدر الترتيب العام بأفضل دفاع بأفضل هجوم مع فريق عائد من هزيمة برباعية مع فريق الوداد البيضاوي. صحيح انه فريق الدفاع الحسني لا زال يبحث عن نفسه ضمن بطوله الكبار، اللعب لموسم ببطوله القسم الثاني، وايضا لا ننسى ان المواسم الثلاث الماضيه تعذب فيها كثيرا من اجل الحفاظ على مركزه ببطوله القسم الاول. كل هذه المكونات، كل هذه المعطيات تجعل منه على انه فريق سيلعب او سيهاب الخصم اكثر من انه سيلعب من اجل يعني فرض شخصيته ومن اجل الفوز في هذه المباراه. فيمكن نقول على انه هذه المباراه يعني هي مفتوحه على كل الاحتمالات، ولكن الاحتمال الغالب هو على الورق بالنسبه لفريق الجيش الملكي، ولكن على البساط الاخضر يمكن ان يكون شيء اخر. نعم، اذا هي مواجهه يعني قوي في الانتظار بين فريقين، وان كانوا على طرفي نقيض نسبيين، الا انه مباراه في بدايه الموسم بين فريق متصدر سبع نقاط وفريق يحتل المراكز الدافئه، وان كنا مبكرا نتحدث عن المراكز الدافئه، يملك اربع نقاط في البطوله الاحترافيه هذا الموسم. شو المواجهه الثانيه سي عادل؟ مواجهه لا تقل اهميه ولا تقل قوه بين فريقين يملكان نفس الرصيد من النقاط، سبع نقاط لكل فريق، وهما فريق نهضه بركان وضيفه اتحاد طنجه. اتحاد طنجه المفاجاه السارة هذا الموسم صراحه، الفريق الذي بدا التحضيرات للموسم الجديد قبل ايام فقط من انطلاق الموسم، تمكن من الفوز في مباراتين تواليا سواء على فريق حسن الاكاديمي في اول ظهور له في البطوله هذا الموسم، وايضا بثلاثيه على حساب فريق الرجاء البيضاوي، وتعادل ايضا
مع فريق الفتح هناك في الرباط، ينزل ضيفا على فريق نهضة بركان الذي فريق من أقوى الفرق في البطولة المغربية وحتى على مستوى القاري في مسابقات كأس الكاف. عادل، صحيح عبد الله أن هذه المباراة لا يمكن التوقع بنتيجتها، على الرغم أقول من أن فريق نهضة بركان من الفرق القوية التي أبانت عن المؤشرات إيجابية مع بداية الموسم، سواء على مستوى كأس الكاف أو حتى على مستوى البطولة. تركيبته البشرية مهمة جدا، انتدابات في المستوى، أيضا طاقم تقني له من التجربة والخبرة ما يمكن أن يشفع له بتحقيق نتائج إيجابية. على الرغم من ذلك، فريق اتحاد طنجة على النقيض من ذلك له مشاكل مالية وإدارية عديدة جدا، ولكن له شخصية قوية فرضت الهيبة على الخصوم، خاصة على مستوى الطاقم التقني. وأنا أحيي هنا هلال الطير لأنه فعلا أبان في أكثر من مرة مع فريق اتحاد طنجة على أنه قادر بهذه التركيبة البشرية أن يخلق مشاكل لخصومه وأن يخلق المفاجأة. وأعتقد على أنه في المباريات التي عينا فيها اتحاد طنجة، على الرغم من محدودية التركيبة البشرية، على الرغم من مما يظهره فريق اتحاد طنجة من ضعف على المستوى المالي وعلى المستوى الإداري، على الرغم من ذلك فعلى المستوى الرياضي وعلى المستوى التقني أعتقد على أنه يحترم هذا الفريق وقد يخلق المفاجأة أيضا بمدينة بركان أمام جمهور فريق النهضة البركانية. فباستثناء غيابين اثنين اللي تم الطرد ديالهم في المباراة الماضية اللي هما أسامة العز وأيضا يوسف شينا، فأعتقد على أنه فريق اتحاد طنجة تركيبة البشرية أو لاعبين الآخرين بإمكانهم على أنهم يسيروا إيقاع المباراة وبإمكانهم على أنهم يخلقوا مشاكل للفريق النهضة البركانية. نهضة بركان هذه أول مباراة سيظهر أمام أنصاره، لعب تقريبا 5 ديال المباريات كلها خارج الميدان، فهذه أول مباراة في هذا الموسم سيظهر بها أمام أنصاره، وبالتالي ننتظر حضورا جماهيريا كثيرا في مباراة ستقام ليلا على الأضواء الكشفة. نعم عادي في الساعة 8 مساء، ولكن نعود إلى اتحاد طنجة، الفريق الذي فاجأ الجميع كما قلنا سابقا، بدأ الموسم بشكل متأخر، له مشاكل مادية، لا يملك لاعبين كافيين لأنه ينافس هذا الموسم، فقط عنده 14 لاعب في اللائحة واللي عندهم عقود احترافية. قلت جود اللاعبين يكونوا غايبين لأن عندهم بطاقات حمراء، ولكن أيضا حتى حارس المرمى ربما لن يكون حاضرا، الحارس بن عاشور الذي أصيب في المباراة الماضية أما الفتح الرباطي وتحمل المسؤولية. حارس شاب هو ريان أزواغ 17 سنة تألق في المباراة أمام الفتح الرباطي، وقد نراه في المباراة القادمة أمام فريق النهضة البركانية. عادل، ربما هذه الأزمة ديال فريق اتحاد طنجة علمتنا الكثير أخي عبد الله، علمتنا على أنه بإمكان الطاقم التقني إن كان بطبيعة الحال له خبرة وله تجربة، بإمكانه على أنه يبحث في المشتل الخاص بالفريق، وبالتالي أن يبرز لاعبين آخرين وليوظف لاعبين آخرين في مراكز أخرى، وأن بالتالي أن يتجاوز الأزمة. هذا هو المدرب وهذا هو الطاقم التقني الذي الذي يصلح لمثل هذه الفرق ويصلح لمثل هذه الأزمات، وبالتالي أنه ينتج معه وتخلق معه مواهب شابة أخرى تتألق في سواء على مستوى الفريق ديالها أو ربما تتألق خارج المدينة ديالها مع فرق أخرى. فأعتقد أنه رب ضارة نافعة، رب ضارة نافعة لفريق اتحاد طنجة، اللي يمكن نقول على أنه نموذج لفرق أخرى يمكن أنها تشتغل عليه، كمثلا الشباب المحمدية، كالنادي الإمكناسي، كغير من الفرق اللي ربما وجدت متاعب في بداية هذه البطولة. نعم، وحتى فريق حاسيت أكادير الذي يعاني هو الآخر، سواء على مستوى النتائج المالية أو على مستوى نتائج المباريات أو على مستوى أيضا السيولة المالية، والفريق لم يقم بتعاقدات هذا الموسم. نشوف المباراة الثالثة عن هذا اليوم وستجرى في 6 مساء، مباراة الرجاء الرياضي وضيفه الفتح الرياضي. الرجاء الذي انفصل مبكرا عن مدربه البوسني زفيكو، لا زال يبحث، لكن الجناني وابو شروان يقودان المهام بنجاح حتى الان بعد الفوز على اسفي. الفريق يستضيف اليوم الفتح الرباطي العائد من تعادل مع فريق اتحاد طنجة. وتنعرفوا زميلي عبد الله لأنه دائما في التاريخ أنه فريق الفتح دائما ما كان يقوم بمباريات
قوية ومثيرة ويعود بالنقاط الثلاث من الدار البيضاء. ففريق الفتح هو السهل الممتنع أو السهل الصعب. فيعني على الرغم من أنه لم يظهر في المباريات السابقة بمظهر الفريق اللي يعني ينتظره جمهوره وأيضا مسؤوليه، ولكن على الرغم من ذلك قد يفاجئ فريق الرجاء بمدينة الدار البيضاء. الرجاء المنتشي بانتصار أمام أسفي، مدينة أسفي، نقاط ثلاث أول القطرة، أول يعني النقاط للدفاع على لقبه، أول انتصارات يعني على مستوى البطولة الوطنية. قد يجد صعوبات على مستوى فريق الفتح الرباطي، صحيح أنه يعني يستفيد من خدمات نوفل الزرعوني ومحمد زريد العائدين بعد غيابه في المباراة الماضية. على الرغم من ذلك فريق الرجاء البيضاوي في مثل هذه المباريات يعني ممكن على أنه يعني التوازن ديالو على مستوى الدفاع والهجوم قد لا يجده أمام فريق الفتح. فريق الفتح اللي يمكننا أقول على أنه فريق يعني يسير في صمت على الرغم من بداية المحتشمة، ولكن ممكن أن يقول كلمته في القادم إن شاء الله من الدورات. نعم، يعني عادل، فريق الرجاء البيضاوي الذي أدى جيدا على مستوى مسابقات دوري أبطال إفريقيا تأهل بالفعل لدور المجموعات، لكنه بدأ الموسم بشكل مفاجئ كونه حامل لقب البطولة الاحترافية، هزيمتين توالية في البطولة، يعني مهدت الطريق لانفصال عن المدرب البوسني زفيكو. الفريق لا زال يبحث عن مدرب آخر جديد في قادم الأيام، هناك حديث عن مدرب أجنبي في الغالب. في نظرك ما هي مواصفات المدرب الذي يجب أن يتعاقد معه فريق الرجاء في الفترة الحالية؟ صحيح أنه يمكن نقول على أنه فريق الرجاء البيضاوي كنا ننتظر بداية قوية، كنا ننتظر استقرار على المستوى التقني، ولكن يبدو على أنه البروفايل ديال المدرب اللي كان ليس هو البروفايل الحقيقي ديال فريق الرجاء. الرجاء يلزمه يعني بروفايل مدرب طموح، مدرب قادر على أن يقود سفينة الرجاء على المستوى القاري وعلى المستوى المحلي، وقادر على أن يمزج الخليط الموجود في التركيبة البشرية ما بين ما هو يعني قديم وما هو انتداب جديد، ويخلق توليفة بإمكانها أن تعطيها فعالية سواء على مستوى الهجوم أو حتى أو يعني أو صلابة على مستوى الدفاع. وفوق ذلك عادل يجب أن يحافظ على الADN ديال فريق الرجاء البيضاوي الذي دائما يفتخر به السي عادل العلوي الصحفي والمحلل الرياضي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من مدينة الرباط. شكرا جزيلا لك سي عبد الله، شكرا للمشاهدين. شكرا جزيلا، ختام عاد اليوم مشاهدينا من ماكسي سبورت، شكرا طيبا للمتابعة، في أمان الله.